نروح بقى للجنة المرأة في النادي الأهلي وفرع الأهلي بالشيخ زايد، اللي نظمت اللجنة هناك تحت إشراف اللجنة العليا للجان بالتعاون مع الإدارة التنفيذية يوم رياضي لسيدات الأهلي. خلينا نروح نشوف التفاصيل أكتر ونرجع نكمل. الرياضة فيها اهتمام بالصحة البدنية والنفسية، فإدارة الجيم بالتعاون معاها بدأت تعمل لنا برنامج إزاي نحبب الناس في الرياضة ومسابقات رياضية متنوعة ومختلفة. هنقدم فيها هدايا من لجنة المرأة، وهنقدم فيها هدايا من إدارة النادي من جيم الأهلي زايد. الهدف من الموضوع دوت إن احنا نوصل بصحة بدنية ونفسية وتنمية وعي رياضي للعضوات في النادي الأهلي. هنحطها لهم في شكل ترفيهي، لكن المعنى والمضمون هيكون رياضي مهتم بالصحة تماما. طبعا احنا شايفين ان الجو حوالينا كله لازم ان احنا نحافظ على عادات سليمة جدا، ان احنا نحافظ بيها اكتر على صحتنا. لازم عشان نعمل كده لازم تحببيهم في الفكرة. فاحنا عملنا مزيج ما بين ان احنا نعرفهم تغذية سليمة، ازاي يمارسوا رياضة، ازاي انت عارفه السيدات دايما بيتلهوا في البيت والولاد وكده بتنسى نفسها. لا، احنا حبينا نقول لها ان انت حاجه مهمه جدا جدا جدا، صحتك اغلى ما عندك، فازاي تحافظي بقى عليها وتستثمريها، لان ده اللي هيخليها تكمل بقى بصحه جيده مع اولادها اكتر. يعني اولا هيتعلموا حاجات كتير قوي عن التغذيه والاكل الصحي، وازاي يحافظوا على وزنهم حتى لو في كورونا ما فيش جيم. هيعرفوا في الانشطه اللي احنا بنعملها، الكلاسات، الزومبا، الكيدز، كل الانشطه الرياضيه هيعرفوا، هياخدوا فكره عنها. النهارده عاملين كل ايفنت ربع ساعه، يعرفوا كل الحاجات اللي احنا شغالين فيها هنا في النادي. المراه ما تقدرش تستغنى عن الرياضه، لان الرياضه في منتهى البساطه بتغير المود، بتخرج الست من الضغط العصبي والروتين اليومي، بتدي لياقه، بتخلي الست تقدر تمارس اليوم بتاعها بحريه وبراحه. في نفس الوقت الرياضة في تمارين بأسلوب معين بنقدر ان احنا نظبط الوزن، بنقدر نظبط الجسم، سواء تخين عايزة تخس، رفيعة عايزة تتخن، او حتى بتعمل ريشيب. الاكتيفيتيز بتعمل للستات، يعني خصوصا للترفيه عنهم مع الاعباء والولاد وكده، فبيتبسطوا قوي ما بيلاقوا حاجه ليهم هم. خصوصا التوبيك بتاعي انا توبيك كل الستات بتهتم بيه، ازاي الاكل ممكن ياثر على شكلنا، ممكن ياثر على وشنا، ممكن ياثر على وزننا، ممكن ياثر على مناعتنا، وممكن ازاي المراه تحافظ على صحتها وصحه ولادها من خلال التغذيه. فمبسوطه قوي اني معاهم النهارده. احنا النهارده البروجرام بتاعنا هيبقى مكون من الندوه في الجزء الاولاني وخاص بالمراه، وكل ما هي كل ما هو خاص بالمراه. بالنسبه للبروجرام بتاع الجيم او البروجرام بتاع الكلاسز، احنا حاولنا ان احنا نعمل فيه تنوع شويه. كنا عاملين كلاسز للزومبا بتراكات كتير مختلفه، وعاملين كلاسز للبيلي دانس، وكمان عاملين الايف في الميه، وعاملين كلاسز اكوا ايروبكس جوه الميه. هو الايفنت فيه جزئين، جزء ترفيهي ده يعني تقريبا بنكرر تاني نفس الايفنت والدي جي والاغاني عشان نبسط العضوات والاطفال، وفي جزء تثقيفي برضو توعيه بنربط الصحه والتغذيه بالفتره اللي احنا عايشين فيها، ازاي نربط التغذيه يعني زي ما بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم. هنتكلم عن التغذيه للمراه السليمه، وكمان تغذيه الولاد، بحيث ان نهتم طبعا المراه اهم حاجه عندها اولادها، فنرفع المناعه لان احنا في فتره كورونا، فطبعا عايزين نرفع المناعه للولاد. وكمان الست قاعده في البيت مش عايزينها تتخن، فاحنا بقى ايه كل فتره بننزلها النادي نعمل انشطه بحيث ان هي تعرف الحاجات اللي بتتخن بقى ونبتدي نبعد عنها، والحاجات المفيده نبتدي نزود منها، وفي نفس الوقت نهتم طبعا بالولاد.